حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن التقارب العسكري بين روسيا ومجرم الحرب حفتر لم يلقى استحسان الدول الغربية. الصحيفة ذكرت أنه بدأ من الواضح أن روسيا ومن خلال تعاونها مع حفتر في الآونة الأخيرة ترغب في ضمان توسعها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا. الصحيفة الفرنسية قالت أن المدعو حفتر يسير على خطى قائد الانقلاب في مصر السيسي والذي تقرب من الروس متذرعا في ذلك بمحاربة ما يسميها بالجماعات المتطرفة. من جهتها قالت مصادر مصرية مطلعة إن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج يدعم إلغاء المادة الثامنة من اتفاق صخيرات الخاصة بتحديد المناصب العسكرية العليا في البلاد. وحسب المصادر فإن القاهرة تحضر لاجتماع بين مجرم الحرب حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح. الجدير بالذكر أن المادة الثامنة من اتفاق صخيرات تنص على أن المناصب السيادية ومن بينها العسكرية تعتبر شاغرة، وهي المادة التي أسقطها البرلمان المنحل. في بنغازي شن الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بعملية الكرامة السبت 4 غارات جوية استهدف فيها منازل العالقين بمنطقة قنفود السكنية، وذلك حسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. المصدر ذكر أن الطيران الأجنبي يحلق في سماء المنطقة منذ بداية الصباح، مضيفا أن القصف تسبب في أضرار مادية في المنطقة دون أن يحدث أي أضرار بشرية في صفوف العالقين. من جانبه استقبل مركز بنغازي الطبي الجمعة 5 قتلى و10 جرحى تابعين لقوات ما يعرف بعملية الكرامة اثر انفجار ألغام أرضية بالمحور الغربي لمدينة بنغازي، وذلك حسب مصدر طبي. المصدر ذكر أن من بين القتلى قياديين بكتيبة الاستخبارات العسكرية وآخرين تابعين للقوات الخاصة الصاعقة، مضيفا أن الجرحى إصاباتهم تتراوح بين المتوسطة والخطيرة. وجهت منظمة التضامن لحقوق الإنسان نداء عاجلا لحماية مئات المدنيين في منطقة قنفود السكنية من خطر الموت نتيجة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية من قبل ميليشيات الكرامة. وحملت المنظمة في بيان لها المجلس الرئاسي المقترح المسؤولية القانونية على تقصيره في الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم بذله أي جهود تذكر لإخراج العالقين في مناطق النزاع لما يزيد عن سنة كاملة رغم الدعم الدولي الذي يحظى به. وحملت المنظمة أيضا البعثة الأممية للدعم في ليبيا المسؤولية بسبب تقصيرها في التعاطي مع قضية المدنيين العالقين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.